النهارده الحقيقه توفيت احدى المعلمات داخل لجنه امتحانات الثانويه العامه بالقاهره الجديده اثناء قيامها بواجبها، اثناء قيامها بعملها، اثناء قيامها بمهمتها في مراقبه الامتحان. ربنا يرحمها ويغفر لها ويجعل مثواها الجنه الحقيقه وناعمها. غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية عندهم غرفة العمليات بتاعتهم تلقوا على طول اختار من النقابة الفرعية للمعلمين في القاهرة الجديدة بوفاة الأستاذة المعلمة رحمة الله عليها الأستاذة أمل فتحي، وده أثناء عملها داخل إحدى لجان الثانوية العامة في مدرسة سيزا نبراوي في التجمع الخامس. المرحومة جالها أزمة قلبية حادة، تم نقلها على مستشفى القاهرة الجديدة بمنتهى السرعة لمحاولة الإسعاف، إلا أنه السر الإلهي طلع. الله يرحمها، الله يرحمها. خلوني أعرف المزيد من التفاصيل من زميلي وصديقي العزيز الأستاذ شادي زلطة، المتحدث والمستشار الإعلامي لوزارة التربية والتعليم. ازيك يا شادي؟ أهلا بيك يا أستاذ، تحياتي ليك للسادة المشاهدين. تحياتنا ليك، ودايما نقول في الحالات اللي زي كده مصابنا واحد هي معلمة مصرية رحمة الله عليها، فإحنا نعزيك باعتبارك أن أنت يعني تمثل الوزارة في هذا الحديث. الله يرحمها والبقاء لله. بقاء لله طبعا، وخالص التعازي لأسرة المعلمة طبعا، يعني هي يعني كانت بتقوم بعملها في منزلة يعني شهيدة يعني، فطبعا يعني خلص العزاء للأسرة وندعو لهم بالصبر والسلوان طبعا. الله يرحمها. شادي، مهم كمان عندي أعرف أطمن على سير العملية بتاعة امتحانات الثانوية العامة وامتحان اللغة العربية بالمناسبة، ثالث أيام الامتحانات ده. طبعا يعني النهاردة طبعا يوسف الامتحان طبعا يعني تم في وسط مجموعة من الإجراءات اللي أكدنا عليها وشددنا عليها العديد من المرات خلال الفترة السابقة، بداية من الإجراءات التفتيش في الدخول وصولا للرصد الكامل لأي مشكلات تعوق انتظام سير الامتحانات، سواء من خلال التواصل المباشر من غرفة العمليات مع رؤساء اللجان وما يتبعها من لجان فرعية. اي مشكله كانت بترد طبعا لغرفه العمليات سواء بسيطه او غيرها بيتم حلها على الفور. الحقيقه ان النهارده الحاله العامه للامتحانات شهدت حاله هدوء كامل يعني الحمد لله، وانتظام في مختلف اللجان على يعني في مختلف محافظات الجمهوريه. يعني الامتحان رصدنا تداول ورقة أسئلة تم الادعاء بأن هي خاصة بالامتحان وبالمراجعة الدقيقة طبعا، أصدرنا بيان على الفور بالنفي والتأكيد على أن الورقة دي لا تمت الامتحان بصلة. وطبعا بعد يعني خلال التقرير اللي أصدرناه في نهاية الامتحان أوضحنا أن في خمس حالات تم ضبطها متعلقة بالغش الإلكتروني، وتم التحفظ على الهواتف المحمولة اللي كانت معاهم واتخذ الإجراءات القانونية الخاصة بهم. طيب كويس جدا، لكن بشكل عام ما حصلش أي شكوى وردت ليكم من خلال غرف العمليات؟ ما حدش اشتكى من صعوبة أسئلة ولا من مشكلة في الامتحان؟ هي الشكاوى مش بترد لغرفة العمليات استاذ يوسف متعلقة بصعوبة الامتحان، هي الشكاوى اللي بتصل متعلقة بحاجات لوجستية، بمشاكل مثلا متعلقة بانتظام السير نفسه بتاع الامتحان داخل اللجان، حاجة متعلقة بحالات غش تم رصدها، كل ده بيتم رصده على الفور طبعا ويتم التعامل معاه في نفس اللحظة. وخلينا أكد لك كمان يوسف ان يعني احنا بنتعامل بشفافية ومصداقية شديدة جدا في الإعلان والنشر عن كل التفاصيل الخاصة بالعملية الامتحانية بشكل يومي. يعني في كل امتحان بيتم المتابعة بشكل دقيق جدا، والرد على الفور على أي شائعة بيتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي عشان ما تتسببش في أي حالة بلبلة لأولياء الأمور وأولادهم داخل اللجان. عظيم جدا، والمسألة ماشية الحمد لله حتى هذه اللحظة بسلاسة ونعومة وهدوء. الحمد لله طبعا، ده بيرجع طبعا لتوجيهات دكتور ضحجازي وتشديده على الإجراءات الضخمة اللي تم التجهيز ليها والاستعدادات اللي تمت خلال الفترة اللي فاتت،
ونتمنى باذن الله ان شاء الله يعني ان باقي الامتحانات تمر بنفس الريتم الخاص بالسهوله والتيسير وتوفير سبل الراحه للطلاب في اي مشاكل تواجههم جوه اللجان بغض مستمر اي شكاوى وحلها على الفور. التعامل مع اي مشكله بتردد الوزاره او غرفه العمليات. الحقيقه كمان اتاكد لك ان الدكتور حجازي بيتابع خلال يوم الامتحان لحظه بلحظه اي مشكله بتردد الوزاره في داخل غرفه العمليات. النهارده كمان دكتور رضا حجازي كان في كفر الشيخ راح يتفقد بنفسه اللجان المختلفه في الحمول وبيله اداره بيله ومدرسه حمول الثانويه العسكريه بنين. والحقيقه ان يعني المحافظه كمان هناك شهدت حاله من النظام والتيسير والاجراءات المشدده اللي هي كما يعني المطابقه للمواصفات يعني في النظام سير الامتحانات. باذن الله دايما تعدي على خير وتعدي كل الامتحانات على خير. كل الشكر ليك يا شادي، كل الشكر لزميلنا وصديقنا العزيز الاستاذ شادي زلطه المستشار الاعلامي والمتحدث باسم وزاره التربيه والتعليم.